كفلسطينيين سدنت المسجد الأقصى وسدنت هذه الأرض أننا نقدم الغالي والنفيس، وأننا في كل يوم نقدم الشهداء ونرسم ونكتب تاريخنا بالدماء، ونقول أننا في هذه الأرض باقون 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 ما بقي الليل والنهار، ونطالب من أهلنا في الأردن أن يقفوا إلى جانبنا بكل ما أوتوا من قوة للدفاع عن المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى مسؤولية أردنية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية، ونحن متأكدون أن أهلنا في الأردن لن يفرطوا ولن يتنازلوا عن ذرة تراب من ثرى الأقصى أو ثرى فلسطين. هذه الصفقة صفقة مشؤومة، صفقة ترامب الذي أعطى من لا حق له حق الفلسطينيين، الذي أعطى القدس لليهود ولا حق للفلسطينية في هذه القدس، القدس التي هي صمام أمان الأمة العربية والإسلامية. ونحن هنا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قمنا بدورنا من خلال منبر الجمعة ومن خلال الأئمة والوعاظ أن يقوموا بتفهيم الناس بخطورة هذه الصفقة وخطرها، وأن نتيجتها هي ضياع القدس وضياع فلسطين. نحن كما بينا واستمعتم بينا التأصيل الشرعي لهذه الصفقة أنه يحرم التعاطي معها أو قبولها أو ترويجها، ومن فعل ذلك يلقى أثامة، من فعل ذلك فهو مجرم وخائن في حق القضية الفلسطينية والتي هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. بداية نوجه كلامنا للشعب الفلسطيني أنه لن يكون هناك من أمة أو شعب أولى منكم بالتصدي لهذه الصفقة، ولن يكون هناك أي إنسان فلسطيني أكثر منكم كفلسطينيين، فلا بد أن نتوحد على ثوابت واضحة واستراتيجية واضحة، لا بد أن ننبذ التنسيق الأمني الذي أودى بحياة كثير من شهدائنا ومجاهدين، أن نكفر عن هذا التنسيق وأن نعلم علم اليقين بأننا نخوض يعني أياماً سابقة دون أن نحصل على شيء من أعدائنا العدو الصهيوني. أظهر العلماء الحكم الشرعي لهذه الصفقة المشؤومة أنها خيانة، الموافقة عليها خيانة، من يقوم بتسويقها أو دعمها أو القبول بها هو خائن لدينه ولأمته ولإنسانيته، لأنها تنهي وتجهز على القضية الفلسطينية بشكل كامل، وهذا أمر خطير جدا على مستقبل المنطقة بشكل عام، وأخطر ما يمكن أن يقال عن مستقبل فلسطين كدولة فلسطين، كحق فلسطين، كحق الشعب الفلسطيني، حق العودة، حق الحياة الكريمة. شعبنا الفلسطيني لوجدناها تحت الأنقاض ولدرسنا عنها. للمتقين بفضله، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله صاحب القوة والتحجيل المؤيد بجبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للقدس سيرة سارت فصارت مثلا، وما من شبر في بيت المقدس إلا وصلى فيه نبي، وخطر على كل المسلمين في العالم. إذا لم يبقى لنا شيء، لم يبقى لنا شيء. كان من كان والأفرق عندنا بين هذا وذاك، فلسطين هي القدس، هي بيت المقدس، هي الأقصى، أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله.